السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. انا بشكر كل اللي منوريني على القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. طيب احنا النهاردة البطل بتاعنا ايه؟ محشي. هنعمل محشي على الكانون عشان الساعة وكده. محشي بقى المحشي النبادي بطريقة جديدة على اليوتيوب محدش عملها قبل كده. ايه هو؟ محشي محمر. ده احنا بنحمر المحشي تاني يوم الصبح بسمنة بلدي وناكله. لا، احنا هنحمره بقى قبل ما ناكله، اللي هو ايه؟ محشي البتنجان. اما المحشي الكرنب فهنعمله محشي كرنب عادي زي اللي انا عاملاه في القناة في الاول. كل ده هيتعمل على الكانون، ومعانا وراك صبحة وجميلة، وياريت نجيب الحاجات بتاعتنا تكون صبحة كده وفيها دم وبتاع. انا هغسلها طبعا وهزبطها. طيب معانا ايه تاني؟ معانا رز عشان خاطر الخلطة، ومعانا خضرة، ومعانا طماطم معصورة، ومعانا طبعا سمنة بلدي واحنا بنقدحها وبنحط معاها زيت نباتي، ومعانا فلفل. التركية دي حلوة، تجيب قرنين فلفل خضر ومعاهم قرن فلفل احمر وتضربيهم وتحطيهم على الخلطة، هيخلولك المحشي محشي تاني. ومعانا طماطم، ومعانا توابل المحشي. توابل المحشي كمون، كزبرة، فلفل اسمر، ملح، دقة من اللي عندك كده يعني. طيب ومعانا طماطم متفلقة، ومعانا بصل، ده للشوربة. معانا ايه تاني للشوربة؟ معانا ملح، ورق لوري، حبهان، مستكة، فلفل اسمر، دول للشوربة بتاع الوراك بتاعتنا. يلا بينا نبدأ الوصفة نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هناخد الكرنباية الجميلة بتاعتنا ونحطها فين؟ في الحلة عشان نسلقها. بنقعدها كده، ماشي؟ هي بقى بتتسلق بتدبل وبتدورها الناحية التانية، وبنطلعها ورقة ورقة ونقطعها كده. احنا ايه؟ بنسلق الكرنب. ودلوقتي بالنسبة للمبتدئين، انا طبعا قورت الحاجات دي قبل التصوير، فانا ايه؟ هقور معاكو الفلفل ورق وهو جميل اهو كده. احنا قورنا الفلفل، بنقور فلفلاية كمان كده. طيب بنمسك البتنجان بنطريه كده، طريه يعني ندعكه كده شوية. ده بالنسبة للمبتدئين اللي مش عارفين، ماشي؟ بنحط المقور كده ونقور، بنقور بنخرج البذر ده، بنخرج البذر ونسيبه هنا كده، ماشي؟ كل شوية نخرج البذر اهو اهو، نلف ايدينا كده ونلف نلف نلف. كده قورناه جميل متقور، والبتنجان براحتك تجيبيه صغنن تجيبيه كبير، انت اللي ايه هتعملي انت ولادك. اقور لكم كمان واحد بتطريه. بعد كده الجوز اللي فوق بتعملي ايه؟ بتعملي دايره كده، واحد اتنين تلاته، تروحي لفه الدايره دي كده وشايله ده كده اهو، خارجه ده اهو، وتروحي جايه لفاه لفتين ومقوراه كده. بتخرجي البذر اللي فيه مقوراه، يعني بتفرغي البذر اللي فيه عشان تمليه من الخلطه الجميله بتاعتك اللي هي الرز والايه والحاجات بتاعتك اهو. ده تقوير البتنجان، هخلصه كله. دلوقتي الكرنب بتاعنا الجميل اتسلق وشلناه، ودلوقتي انا حطيت ميه للشوربه وحطيت فيها الحبهان والفلفل الاسود والملح والمستكه. دلوقتي ايه؟ هسقط الوراك. قبل ما اسقطها لازم انخسها كده عشان هي كبيره ما شاء الله، عشان ايه؟ تستوي معانا حلو. تمسكي الوراك تنخسيها بالسكينه كده 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 عشان الشوربه تخش فيها كلها. الطماطم والبصل ونغطسهم ونسيب الفراخ الجميلة بتاعتنا تستوي.
ونرجع لكم تاني. ودلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنعمل الصلصة التخديع اللي هو الصوص بتاع المحشي. طيب السمنة بتاعتنا اهي جميلة، احنا مدحناها حطينا معاها الايه؟ الزيت النباتي. ناخد من السمنة نحط بسم الله دلوقتي هنحط الطماطم معصورة ومصفية وجميلة. نحطها على السمنة ونسيبها تتسبك. دلوقتي احنا هنجهز الخلطة الجميلة بتاعتنا. تاخديها اتسبكت اهي على الكمون. نحط الفلفل اللي انا قلتلكوا ايه، قرنين فلفل مدلوقين كده، نقلبهم في الخلطة. ايه تاني معنا؟ كمون وكزبرة وفلفل اسمر دقة كل الحاجات. هنقلب في الخلطة. ايه تاني في الخلطة معنا؟ شبت وبقدونس وكزبرة الخضرة بتاع المحشي في الخلطة. يبقى كده الخضرة ماشي. بنقلب، حطينا الخضرة والشبت والفلفل والتوابل. عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة وجميلة. معانا الرز مغسول ومتنقي وكله تمام. بنحط الرز على الخلطة. ونقلب. نقلب الخلطة الجميلة بالخضرة السمنة البلدي جميلة وصبحة. ياريت كلنا نعمل المحشي بتاعنا جميل كده واحمر كده جميل اهو. هخلصها وارجع لكم. دلوقتي احنا بنقطع الورق كده، نقطعه صباع المحشي على حسب ما انت عاوز، كبير صغير اهو انت بتعملي لولاد ماشي. وده البتنجان بتاعنا المتقور هنحشيه دلوقتي. بناخد من الخلطة بنعبي في قلب الصباع كده ونزق بصباعنا، نحط كده ونزق كده اهو اهو ماشي. ما تحشيهوش قوي يعني، تخلي المساحة اللي بره دي فاضي اهو. جميل. كمان واحد، كمان واحد اهو. بتزق بصباعك يعني، بتحطي بايدك وتزق بصباعك لحد هنا بس عشان تديله مساحة الرز يستوي. تنضفيه كويس من الرز والخضرة اللي فيه جنب وتحطيه. نيجي بقى على الكرم. تاخدي الورقة، تاخدي حبة الرز تحطيهم في النص وتقفلي الورقة عليها وتلفي. صباع اهو، تقفلي عليه الرز والخضرة اهو، اتك عليه كده عشان ما يفكش. كمان واحد، تروحي جايبة ده كده وتلفيه كده. تاني كمان واحد. خلص الكمية وارجع لكم تاني.
دلوقتي المحشي بتاعنا جميل اهو كده عشان يستوي، ننزله. التركية بقى بتاعتنا المهمة الجميلة اللي احنا هنحمر المحشي. احنا هنعمل ايه؟ نحمر المحشي. دلوقتي السمنة بتاعتنا سخنت وهننزل بقى بالمحشي بتاعنا الجميل. احنا هنحمره يا جماعة زي السجق، كأنه سجق بالظبط، هيديكي طعم ولون وريحة وجمال السجق. شايفين يا جماعة لونه جميل أحمر جميل. عايزة أقول لكم اللي ما بياكلش محشي الباذنجان بعد الطريقة دي هيحبه جدا، مش هيبطل ما ياكلوش.